السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا زميلتكم من طب الأسنان. إن شاء الله اليوم راح أكمل على شرح زميلاتي بشابتر 5، اسمه الستيرو أيزومرز. قبل لا نبلش لازم أتأكد إنه يكون عندكم إنه المولكيول عنده فورمولا. شو يعني فورمولا مولكيول؟ يعني هي الذرات المكونة لهذا المولكيول. يعني مثلا عندي CH3، أنا لما حكيت هاي CH3 هاي هي المولكيولار فورمولا. إذا المولكيولار فورمولا هي، أنا بحكي عن مولكيولار فورمولا، بحكي عن الذرات او التايبس تاع الذرات اللي مكونة لهذا المولكيول. بس لما احكي ايزومرز، شو يعني ايزومرز؟ ايزومرز يعني انا بحكي عن ترتيب هاي الذرات، او ممكن اطلع من هاي المولكيولار فورميلا اكثر من مولكيول بنفس الذرات بنفس عددهم، بس حسب ترتيبهم الفضائي في الترتيب الفضائي تاعهم بطلع أنا هون مركبات جديدة مختلفة تماما عن بعضها في الخصائص الفيزيائية والكيميائية. رح نبلش إنه في الستيروكيمستري. أول إشي هو برانش أو جزء من الكيمستري، كمان هو بتعامل بترتيب الذرات وين في السبيس. بعتذر. تمام، هسا اول اشي بدنا نبلش في الكايرال مولكيول. هسا لما بدي احكي عن اي مركب كايرال مولكيول لازم يكون عندي ايش؟ اقل اشي 1 كايرال سنتر. طب انتي لخمتينا بتحكي لنا كايرال مولكيول لازم يكون عندنا كايرال سنتر. طب ايش يعني كايرال سنتر؟ كيف بدي احكم على هاي الذره الموجوده انه هاي كايرال لهذا المولكيول؟ لازم اول اشي تكون تهجينها للكربونه sp3. ايش يعني sp3؟ يعني عندها 4 روابط سيجما، تمام، وعندي هون 4 different atoms، يعني لازم يكون تهجينها sp3 وكمان 4 روابط لذرات مختلفة. تمام. عندي هون اول مركب اللي هو ايثان 1 كلورا، او عادي من غير ما نحط 1 اللي هي كلورا ايثانول، تمام، لانه كحول. هسه هون انا بدي اشوف، شايفين هاي الكربون اللي عندي ها ستارز، هاي اللي انا بدي احكي عنها. هسه اول اشي بدي اشوف هل هي sp3؟ اوكي sp3 كل روابط اللي عمليتها سيجما، اذا بدي اشوف هل هي مرتبطة في 4 ذرات مختلفة. بدي اشوف هون على اليمين عندي cl، عندي فوق o، وعندي هون كربونة، هاي هيك 3. طيب وين الذرة الرابعة؟ الذرة الرابعة اللي هي h، تمام. اذا هون انا عندي 4 ذرات وتهجينها sp3، اذا انا هون بحكي ايش؟ كايرال مولكيول، عندها كايرال سنتر، 1 كايرال سنتر، سو ذات انه هي كايرال مولكيول. عندي المثال الثاني، عندي ميث ايث بروبيوت بنت بنتان، وعندي 1 3 باي برومو. اوكي تمام، نيجي نشوف، اجي اشوف، امشي على كل الكربونات الموجودة عندي. اجي اشوف هون هاي الكربونة عندي بي ار، وعندي هان سي مرتبطة في كل هاد، عندي كربونة مرتبطة في هون في هذا، يعني هاي الكربونات كلها مرتبطة فيها. تمام. وعندي اتشتان، هل حققت الشرط؟ الشرط الاول انها sp3، يس انها هي sp3، بس هل حققت الشرط الثاني انها 4 اتوم ديفرنس اتوم؟ نو، عندي 2 اتش. نيجي هون اصلا عندي برضو 2 اتش، هي هون حتكون اتش وهون حتكون اتش، وهون سي وهون سي، بس عندي 2 اتومز نفس الاشي. باجي هون اشوف هاي عندي هاي الكربون، هون حيكون اتش، تمام، عذروني بس انا لاني بكتب في ماوس على اللابتوب. تمام، عندي هون بي ار، اول اشي اشوف هاي الذرة حققت الشروط، تهجينها sp3، كل الروابط اللي مكونيتها هي سيجما، تمام. بدي اشوف هل هي
عندها أربع روابط أو أربع أتومز مختلفة. بدي أشوف عندي بي آر، عندي هنا كربونة وهنا كربونة وهنا أتش. إذا أنا صار عندي هون كربونة، هون على هاي الجهة كربونة وهاي الجهة كربونة، بس بدي أشوف هل الكربونتين المتصلة مع هاي الكربونة اللي أنا بدي أحكي عنها كايرال سنتر، هل هما متشابهات ولا لا؟ لما أجي بدي أشوف عن هاي الكربونة، هاي الكربونة متصلة في كربونة وإيش بي آر، هاي الكربونة متصلة في كربونة وبي آر، هاي الكربونة متصلة، هاي الكربونة متصلة بس في كربونة وأتشات. إذا أنا هون بحكي إنه هاي إيش كايرال سنتر، لأنه هاي الجهة، هاي الجهة اللي هون تختلف تماما عن هاي الجهة. إذا صار عندي four atoms أو four different atoms، مش شرط بس atom. هنا الدكتور كمال كتب لنا إنه don't look just on ejected atoms, look on the wall car all time. أوكي، إنه تطلع على كل السلسلة، ما تطلع بس على الكربون اللي أنا بدي أحكي عنها أو المجاورة إلها بس. تمام تمام. إذا أنا كان عندي على الأقل واحد كايرال سنتر، أنا هون بسميها استيروجينيك سنتر، بقدر أسميها استيروجينيك سنتر. تمام. هسا في عندي اي كايرال سنتر، متى بدي احكي عن الاي كايرال سنتر؟ الاي كايرال سنتر يعني كايرال سنتر يعني ما في عندي كايرال سنتر. تمام، يعني ما في، حيختل احدى الشرطين اللي هي يا اما انه تهجينها اس بي 3 او انه ما في عندي اربع ذرات مختلفه. فهون انا دغري بحكي انه هاي انها ايش، انها غير مش كايرال. تمام. طبعا انا هون بقدر احكي، اسف عن اني تعديت عن هاي، انه انا هون بقدر احكي انه ما في عندي بلان اوف سيمتري، يعني لما بقدر اقسمهم لجزئين متماثلين، ولكن بقدر انه احدد اللي هي انه عندي كايرال سنتر. تمام. اجي وهنا انه نقدر انه نعمل مقارنه، انه الكايرال سنتر ما في عندي بلان اوف سيمتري، بينما الاي كايرال سنتر، الاي كايرال مولكيول هي في عندي بلان اوف سيمتري. تمام تمام. اجي اشوف هاي الاكزامبلز، بدي احدد كل وحده هل هي عندها كايرال مولكيول اور نوت. اوكي، بدي اشوف هاي الكربونة عندي A. مدام صار عندي two atoms، اذا اختل الشرط الثاني. اول اشي انه نشوف هل هي sp3، yes sp3 تهجينها، لكن هل عندها الشرط الثاني تم؟ لا، لانه صار عندي two A. اجي اشوف هاي الكربونة، اذا هاي A chiral molecule. اجي اشوف هاي الموليكيول، بدي اشوف هل تهجينها sp3، yes sp3 تهجينها. تمام. عندي بدي اشوف هل هي four atoms difference، بدي اشوف هاي عندي 3a، اذا هيك بحكي انه اختل الشرط الثاني، ما في عندي كايرال سنتر، يعني هي a chiral molecule. انتبهوا هنا ملاحظه مهمه، انه الa chiral ما في عندي space بيناتهم. تمام، تيجي يعني ملزقات ببعض. اجي اشوف اخر examples، بدي اشوف هاي عندي sp3، yes هو sp3، بس هسه بدي اشوف هل هي اربع ذرات مختلفة حولين الكربون اللي انا بدي احكي عنها كايرال سنتر ولا مش كايرال سنتر. بدي اشوف عندي كربونة، عندي اتشايا، وعندي cl. اذا اختل الشرط اللي عندي، فبالتالي انا هون بحكي انه هاي ما في no chiral center، so بحكي انه هي a chiral molecule. تمام. بدي اشوف هون الامثلة، هاي كمان هاي حلوة ومهمة. بدي اجي اشوف هون، هسا بدي امشي انا، يعني بدي احط اصبعيني عند انا الاتومز اللي انا بحس انه ممكن تكون هي كايرال سنتر. اوكي، بدي امشي في اصبعيني من هون ومن هون، وين ما اصبعي وقف
وين اذا كانت عندي هي عبارة عن سيركل ماشي، بدي اشوف وين متى ما صار عندي انه اصبعيني اصبع واحد وقف عند، يعني حسب افهمكم كيف. المهم هسه بدي اشوف هاي الكربونة اذا هي كايرال مولكيول وكايرال سنتر ولا لا. اول اشي الشرط الاول انه عندها ايش، عندها اس بي 3 تهجينها. هل هي اس بي 3؟ يس اس بي 3 لانه جميع الروابط هي سيجما. بدي اشوف هل عندها اربع مجموعات مختلفة عليها. بدي اشوف عندي سي ال وعندي اتش، هاي مجموعتين مختلفتين. بدي اشوف هانا في سي وهانا في سي مرتبطات معها، بعتذر هون في عندي سي وهون عندي سي برضو ما شفنا. بدي انتقل على الكربون اللي جنبها او الذرة اللي جنبها، هل هي اختلفت مع هاي ولا لا؟ لا نفس الاشي. اذا انا هون لسه ما اجدت فارق، اذا لسه هاي الجهة بتساوي هاي الجهة من الجهتين. بدي اجي اشوف هون، اوبس هون مرتبطين مع بعض وفي نفس الكربونة، اذا هون في هاي الكربونة. هون انا بحكي انه هون ما في عندي كايرال سنتر. ليش؟ لانه صح عندي سي ال وعندي اتش، بس عندي هون المجموعتين هاي سي وهاي سي مرتبطات بنفس عدد الكربونات بنفس عدد الهيدروجين نفس الاتوم. سو انا هون ما صار عندي اختلاف في المجموعتين المرتبطات في الذرة اللي انا ممكن احكي انه هي كايرال سنتر. سو انا هون بحكي نو كايرال سنتر. هذا المركب هو أكايرال مولكيول. بدي أشوف هون، تمام هسه بدي أشوف هون هاي الذرة اللي هون عندي هاي الكربونة مرتبطة في سي ال ومرتبطة في بي ار. هسه هاي هون واو ذرتين مختلفتين. بدي أشوف هالمجموعتين المرتبطات في في الكربونة هاي نفسهم ولا لا. تمام أجي أشوف هون سي وهنا كربونة وهنا كربونة، باجي على الكربونة اللي جنبها على الكربونة اللي جنبها اللي هون، واو نفس الكربونتين. اذا انا هون صار عندي ايش، ما في عندي هون كايرال سنتر لانهم نفس الاشي. لو اجيت مسكت اصبعيني السبابة والابهام وحطيتهم من عند الكايرال سنتر ومشيت مع السيركل تاعتي، راح اجي اشوف ان اصبعيني بلتقوا وما صار في عندي انهم وقفوا عن جهة، تمام، او وقفوا عند كربونة. هيك انا بحكم على هاي الموليكيول انه هو اي كايرال موليكيول. تمام تمام اجي اشوف هاي، ها مثال حلو. بدي اجي اشوف هاي انا بدي اشوف هاي لانه انا شاك في هاي، تمام تمام شاك في هاي. بدي اجي اشوف هل انا عندي اربع ذرات مختلفة ولا لا. هاي عندي هنا سي ال، تمام، عندي بي ار، هاي مجموعتين مختلفتين. بدي اجي اشوف هون وهون، هون عندي كربونة وهون عندي كربونة، بس انتبهوا انه هون هاي الكربونة مرتبطة في او وهاي الكربونة مش مرتبطة في اتشات. اذا هل اختلف عندي المجموعات الوظيفية او المجموعات المتصلة مع هاي الكربونة؟ يس اختلفوا. لهيك انا بحكي عن هذا المولكيول هو كايرال مولكيول، تمام، لانه عندي اربع مجموعات مختلفة. طب ليش انا ما حكيت عن هاي الكربونة ممكن انها تكون كايرال؟ اول شرط اللي هو sp3 تهجينها sp3 اختل. ليش؟ هون عندي رابطة باي، اذا صار sp2. تمام تمام نيجي نشوف هذا المثال برضو نفس الاشي. عندي هاي cl و br، امشي هون كربونة كربونة او لازم امشي كمان، جيت مشيت هون، هون كربونة بس هون كربونة مرتبطة في او، اذا هون انا خلص ايقنت انه هاي هي كايرال مولكيول. هون كايرال مولكيول، تمام تمام. هسه بدي اجي اشوف هاي. من قبل ما نبلش احكموا لي هل هي كايرال ولا اي كايرال. تمام خليني ابلش واشرح ليش هل هي كايرال ولا مش كايرال. اجي اشوف هون عندي سي ال وعندي بي ار، اجي امشي هون كربونة وهنا كربونة،
برضو بدنا نمشي نشوف الكربون اللي جنبها، نروح على جارتنا نحكي لها هل انتي ولادك بيختلفوا عن ولادي؟ بدي اجي اشوف عن هاي الكربونة، بدي اجي اشوف هاي الكربونة نفس اختنا الكربونة اللي هون، لهيك بدي اشوف جارتنا يلتقوا الجهتين مع بعض. لهيك انا هون بحكي انه هون ما في عندي كايرال سنتر، ما في عندي كايرال سنتر، ما في عندي كايرال سنتر، الجهتين التقوا بنفس الاشي. لو اجيت مشيت اصابعي زي ما حكيت لكم في السبابة والابهام ومشيت معهم راح تشوفوا انه اصبعينكم بلتقوا عند نفس النقطة. لهيك انا ما في عندي هون كايرال سنتر، سو بحكي اي كايرال موليكول. اجي اشوف هون عندي هاي الاتومز، هاي اول اشي هاي الاتومز ما بتزبط لانها هاي مش sp3 تهجينها. بدي اشوف هاي sp3، بدي اشوف هاي الاربع مجموعات مختلفة ولا لا. هاي عندي cl، عندي br، عندي هان c وهان c، تمام. بدي اشوف جارتنا هاي هس عندها نفس اللي عندنا ولا لا عندها اشي ثاني. بدي اشوف هل هنا عندها نفسنا كربونة وهون عندنا كربونة، هون عندي او هاي الجهة هاي الكربونة المتصلة في او مشتركة في هون ومشتركة في هون، اذا انا ما في عندي كايرال سنتر، اذا انا هون الموليكيول اي كايرال موليكيول. يا ريت تكون وضحت الفكرة، تمام. هسا هون ذاكر الدكتور انه تمام سيجما بوند ان ذا سبيس 3 دايمنشن، تمام. هون انه هاي بتكون النقطه مهمه، انه هاي ممكن تفيدكم في الدروس اللي قبل لما بدي احدد اللي هو زد او اسس او ترانز، انه هاي في الامام وهاي الروابط حتكون في الخلف اللي زي خطوط متقطعة، هاي بتكون في الخلف والمثلث هاي الغامق بتكون في الامام، تمام. بدي اشوف وين انا الكايرال سنتر في هاي المركبات. اول اشي بدي اشوف هون، هاي عندي سي، عندي اتش، عندي هون سي مرتبطة في دبل بوند بعتبرها تو سي، تمام. دبل بوند بعتبرها تو سي، وعندي هون سي، فعندي هون بيختلفوا الذرتين. اجي هون بعتقد انه صارت واضحة الفكرة. هون بدي اجي اشوف هاي السي، هون هاي مرتبطة في بي، مرتبطة في سي اتش 3، مرتبطة في سي، هاي السي مرتبطة في سي 2 اتش، مش عارفة اقدرش، تمام تمام. هسه بدي اشوف هون برضو نفس الاشي، عندي سي اتش 3، سي اتش 2، سي اتش 3، وعندي سي مرتبطة في او، اذا هاي كايرال سنتر، اذا كل هذول هم كايرال موليكيول. اجي اشوف هون، طلعوا هون ممكن يجي عندي اكثر من كايرال موليكيول، اكثر من كايرال سنتر.